قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أخونا يقول: حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والعاملين في الآخرة، وسبق أن سأل عن ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها. نعم، الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، حيث يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره سبحانه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي توحيده بدعائه وخوفه ورجائه وبالصلاة والصوم وغير ذلك، وهي طاعة أوامره وطاعة نواهيه، ووعدهم على ذلك في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة، ووعدهم في الآخرة في الجنة والكرامة. فقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا وله العاقبة الحميدة في الآخرة، إذا صبر على تقوى الله وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شرف العيش، من الفقر، من المرض، من تسليط بعض الأعداء إلى غير ذلك، فالصبر عاقبته حميدة. قال تعالى في حق المؤمنين وعدوهم: قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فالصبر له عواقب حميدة على طاعة الله وعلى المصائب مع الإيمان والتقوى. فصاحبه في الدنيا على خير، مرتاح الضمير، مرتاح القلب، مأجور، مثاب، وفي الآخرة في دار الكرامة، في دار النعيم، في الجنة، إذا استقام على أمر الله والتزم بالأقوى سبحانه وتعالى وجاهد نفسه لله وصبر على ما ابتلي به من الحاجة والفقر والأعمال الشاقة إلى غير ذلك، كل هذا في سبيل الله. والله المستعان. سماحة